السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير، هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة أم انتصار. إن شاء الله نشارك معكم هاد الجليبة بالتنبات ديال العقيق. هيا راه بديت، هيات نوريكم غير دوك العريشات كيفاش كان نديرو لهم. كنديروا ثلاثه العقيقات، شوفوا ثلاثه العقيقات هما، شوفوا ثلاثه الاولين، ثلاثه الثانيين، هما الاخرين حتى نكونوا عريش. العريش يكون مرشوم عندنا. هذا اللون ذهبي في العقيق، هكا يبان بحال الابيض. راه ساهل هاد نبات العقيق، راه ساهل البنات المبتدئات، راه ساهل. هذه راه الملاقيه، هذه اللي هنايا، هذه الملاقيه ديال قدام. اللي كنكونوا هابطين من جهه اليسار، جهه اللي كنجيو من التحت، والجهه اليسار كنبداو من الفوق. كنتمو هابطين خدام شهر هذا ما يخدم ماما. واش دابا انا اللي هضرت ماما؟ دابا العريش كيفاش كنبداوه من الفوق، ها هو وصل دابا الفوق. ها كيفاش كنهبطو؟ ديما كنهبطو بعقيقه وتنتمو هابطين. كنلقاو كل وحده كنلاقيوها مع اختها، يعني بداكشي باش هبطنا باش طلعنا باش غنهبطو. ما شاء الله كيجي غزال، كيجي كيحمق، كيجي زوين، يعني غير الاتقان وراه كيجي زوين. هذه درتها غير بالمهرس كامل، ما درت فيها لا حجر لا والو، لا الطويل لا دوك الحجرات صغار لا الشمشات لا والو. ديك الشميشات اللي كان عندنا درت فيه غير المهرس صافي. يعني راه الخدمه كتجي شويه صعيبه في اي حاجه، راكم عارفين التنبات ولا الراندا ولا الرباطيك، اي حاجه بنيت صعيبه صعيبه في الحقيقه. لكن ما عندنا ما غنديرو، الحمد لله والشكر لله.
دابا راه التنبات اللي كاينه البنات كاين التنبات هو لا مود دابا فهاد الصيف كله تنبات بزاف. شفتوا العريش كيفاش كيجي؟ هي هذه الجلابه ديال النار الشمه هي كملات اللي رشمناها ودرنا هاد الرشيمه. هاد الرشيمه راه درتها غير من راسي، السيده شافتها وراتني كيفاش دايراها غير بيديها ورشمتها بالكاغوط وعاود رشمتها بالكرك في الجلابه، يعني ساهله حيت فيها غير العريشات وديك الدواره دايره بحال اس سهله، ماشي شي حاجه شي رشمه واعره، حيت كاين شي رشامين ما يمكنش الا ما كانوش هما رشامين نيت ما غاديش نرشموهم. هذه سهله، ها انتما شوف كي جات تبارك الله ما شاء الله، يعني غير العقيق مهرس. هي هاد الملاقيه راه هابطه حتى لتحت ديال الجلابه، وهنا في الكتاف هنا في الكمام وفي الكتاف وفي الملاقية كلها ملاقية. هيا ها باقي ما تصلحت ما والو، هي هادي كيفاش جات. تنتمنى تعجبكم وتكونوا فاهمين الخدمة، راه بسط اي حاجه بسطها بسيطه، يعني هاد الخدمه سهله اي وحده ديرها اي واحد يديرها سهله بزاف بزاف. وما تنساونيش تدعموني باشتراك ديالكم ولايكات باش يوصلكم كل جديد، وشكرا على الدعوات ديالكم وشكرا على الكومونتيرات وشكرا على المتابعه ديالكم وعلى خدمتكم عليا، وشكرا بزاف وبسلام عليكم.